بأغلبية أصوات لجنة تحكيم مهرجان الفيلم المغاربي، حاز المخرج الجزائري عبد الكريم بهلول الجائزة الكبرى للفيلم الطويل عن عمله جنية. أقر نقاد السينما أن بهلول ظل وفياً لاتجاه كلاسيكي من خلال قصة عن عالم الأشباح تعكس تصور الإنسان المغاربي للمرأة. المغرب الكبير محتاج إلى مخرجين اللي يشتغلوا بها النظرة كما أقول لك الصادقة النظيفة والمفهومة اللي ما تجرحش كما أقول لك الجمهور المغاربي، اللي ما تنقصش منه وما تطيحش به. كانت السينما التونسية حاضرة بقوة في المهرجان، فجائزة أحسن إخراج كانت من نصيب فيلم الطريق الأسود للمخرج التونسي محمد علي النهدي، فيما نال الفيلم المغربي الطابع جائزة السيناريو الذي كتبه رشيد الوالي بالاشتراك مع السيناريست هشام العسري. المستقبل ديال السينما المغاربية بحال مضمون، لأن كانت أعمال جيدة في الفيلم القصير. تنشوفوا بلي أن حتى في الأعمال الطويلة شباب اللي داروهم من غير عبد الكريم بهلول اللي خد الجائزة الكبرى اللي هو من رواد السينما الجزائرية، كلهم الآخرين شباب. في مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة الكبرى الفيلم المغربي في الطريق، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الشيفورة لمخرجه مهدي عيوش. وذهب جائزة السيناريو للفيلم التونسي لانتريت، كما فازت المغربية وجدان خالد بجائزة الإخراج عن فيلمها حبال المودة. تنافست الأفلام المغاربية على جائزة مهرجان وجدة، بعضها فقط من نال ثقة لجان التحكيم، لكن الأفلام جميعها نجحت في تحقيق التواصل بين المبدعين ومد الجسور بين شعوب المغرب الكبير. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، وجدة، شمال شرقي المغرب.